السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليصلى عليكم عش. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله راح يكون مفيد وشيق لبعض الإخوة والأخوات، لأساعدكم قليلا في غيار الريش، وإن شاء الله عصافيركم تخرج في فصل الربيع بألوان جميلة وبقوة، وكما نقول إحنا بشكل جميل جدا من أجل التزاوج وبصحة جيدة. إخواني أخواتي، موضوعنا لهذا اليوم، ما هي الفيتامينات التي تقدم للعصفور حسون أو كناري أو أي طائر في مرحلة غيار الريش؟ الفيتامينات التي تقدم للعصافير في مرحلة غيار الريش، إذا كانت عصافيرك لديها خمول وضعف في البنية الجسدية جراء نتف الريش، يعني راح تحكمهم لا في بلاص العصافير تاعكم ويدخلوا في خمول وقلة حركة وتعاسة وما شابه. إخواني أخواتي، سأعطيكم أنواع الفيتامينات التي أستعملها إن شاء الله، والله المستعان. يعني كما قلنا أنا نعدت لكم، وانتم حاولوا أنكم تقتدوا بي إن شاء الله وتعملوا مواضيعكم إن شاء الله، والله المستعان. أول فيتامين هو إخواني أخواتي العلبة الثانية، هذه الصفراء تحت اسم ملتي فيتامين، يعني متعددة الفيتامينات. هذه تثقب وتفرغ البودرة في العلبة تاع السيليكون هذيك في المشربية، وتخلاها 24 ساعة ملتي فيتامين، يعني متعددة الفيتامينات من أجل القضاء على الخمول وتعاسة العصفور، إن شاء الله سيكون بصحة جيدة. فهمنا خاوتنا العزاز؟ أيضا إخواني أخواتي، نهرجوها شوي نعيفوها. أيضا إخواني أخواتي، ثاني فيتامين الذي تستعمله أيضا قبل كل شيء، إذا أصاب لك العصفور بضربة ريح ونزلت بها، فعليك بحبة أنتي سي ار دي، وعندنا عليها موضوع كامل وشامل كما موضح في هذه الصور. أيضا الفيتامين الثاني اللي نستعمله دائما في غيار ريش مع عصافيري، إذا كان في خمول وكما نقول كما هذا اليوم راه نشوف فيه راهو خامل ليس على طبيعته المعتادة، إن شاء الله أضع له أربع قطرات من الفيتا فورم، وهو غني على التعريف، عندي عليه موضوع كامل كيف تقدمه، الجرعات، كم المدة، 24 ساعة. أنا أكتفي بأربع قطرات إلى ست قطرات، 2 3 4 قطرات. إذا كانت المشربية كبيرة تقدر تحط فيها حتى 6 قطرات، إذا كانت المشربية صغيرة جدا 3 قطرات، إذا كانت متوسطة الحجم مثل هذه تستطيع وضع فيها 4 قطرات إلى 6 قطرات. هذا الفيتامين الثاني للقضاء على الخمول الحسون والفشل والتعاسة تاعو. تفهمنا خوتنا الأعزاء؟ هاو قدامكم بالصوت والصورة، هاو يشرب من الفيتامين هذا، إن شاء الله سيكون نشيط ويغرد وبصحة جيدة، يعني كما نقول احنا نرفع شوية من معنويات العصفور. ثالث فيتامين تقدمه للعصفور إذا لم يكن لك دواء، أخي العزيز، يجب عليك أن تضع له في المشربية هنا، تضع له قليل جدا من العسل في الماء، ولدي موضوع عنه ماذا يفعل، يقضي على الجهاز التنفسي، الميكروبات وما شابه، ويرفع ويعطي الطاقة للعصفور. رابع فيتامين إخواني أخواتي، هو يجب عليك أن تقدم له إذا كان يتوفر لك دواء أومنيفيت حتى هو متعدد الفيتامينات، يقدم في مرحلة غيار ريش 24 ساعة مرة في الأسبوع. هذا الفيتافورم قدمه كل أسبوع مرة فقط، تفهمنا؟ العسل تقدمه مرة في الأسبوع، ملتي فيتامين مرة في الأسبوع، فهمنا خوتنا العزيز؟ تستطيع تقديم قليل جدا من الزنجبيل في المشربية للعصفور من أجل القضاء على الميكروبات وإعطاء الطاقة للعصفور مرة في الأسبوع، ولدي موضوع عن كيفية تقديم الزنجبيل بجرعات قليلة، لأنها جرعات كثيرة ستقتل لك العصفور، فهمنا خوتنا؟ أيضا إخواني أخواتي، تستطيع تقديم فيتامين آخر في مشربية الطائر من أجل رفع معنوياته
والقضاء على التعاسة أو الخمول والنقص، لأنه كما نعرف العصفور تاعنا من كثرة نتف الريش يضعف جسدين ويصاب بإحباط ويكون غير قادر على الحركة. تستطيع تقديم 3 قطرات ليمون في المشربية مع قطعة صغيرة من الليمون في المشربية. هذه الفيتامينات إخواني أخواتي طبيعية أو الأدوية تساعد العصفور في القضاء على الخمول، وما تخليش أنه يبطأ في غيار ريشه، يعني يتأخر في غيار الريش تاعه، ويكون بحيوية ونشاط ويسرع في عملية تغيير الريش. كان معكم أخوكم جلال، نتمنى أنكم تقتدوا بالمواضيع راني ساعد فيكم خطوة بخطوة. إن شاء الله منا للربيع سيكون عصفورك جميل وقوي جدا، وستتصل بي على الصفحة وتشكرني. سلام.